قبل ما تاخديه اسمعي شو بدي اقول. مو على الباب، هلا تاخر الوقت، تعال منحكي جوا. انا جايب لك اخبار حلوه، يلي بدك يا صار حبوا الفيديو، وبوشكي اللي بالفيديو كل الناس حبت رقصتها، وخطتك رح تنجح. اكيد رح يحبوها، هي البنت شاطره وظريفه. هاي دفعه على حسابك، انت فيكي تاخديهم وانا بكره باخدها معي. واخيرا رح اخلص من هالعفريته، ما جابت لي غير المشاكل. اكيد بتكون نايمه هلا، مو عارفانه انه انبعت وصار يلي انا بدي اياه. بعرف منيح شو عم اعمل. عن جد انت عبقريه يا بيوتي. حتى افخر العطور بالدنيا ريحتها مو احلى من ريحه المصاري الجديده. شو رايك حضره المفتش؟ اهلين ستاكم. وهلا عن اذنكم. وليش مستعجل ورايح بكير؟ انا بصراحه في عندي شغل، اسمحوا لي. ليش عطاكي هاي المصاري؟ اعطاني اياهم. ايه شو القصه؟ بدي اعرف ليش، شو اللي صاير؟ لانه هو. جاوبيني بسرعه لشوف، ليش عطاكي هدول المصاري؟ بدي اخليهم عندي. يخليهم عندك؟ ما بتعرفي انت الشرطه منيح؟ بيكون صاير شي قصه وما بده حدا يشوف المصاري ويقول له من وين جبتها، وهو بيوثق فيني. رح اقول لك الصراحه، هي المصاري أخدن رشوة من حدا وما لقى مكان تاني أأمن من هاد ليحط المصاري، لهيك جابن يحطن عندي. بدي إياكي تنتبهي أكتر، هاي الحركات ما بحبها، وهي القصص كتير رح تضرنا. لا تغلطي، الحب والمشاعر مالن مكان بشغلنا. لا تقولي ما حذرتك. حب شو هاد؟ إذا رحب ما رح أطلع على هاد، هاد اللي ناقصني. بيوتي ما بتطلع على هيك رجال. المهم هلأ يمشي المخطط تبعي وإنهي البيعة تبع بوشكي وتمشي الأمور معي بكره.